تفضل يا عامر لتستلم الشيك بمبلغ 5 ملايين ريال مكافأة المساهمة في القبض على سفاح منفوح. كم يا عامر؟ كنسل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنسل؟ زين انك قومتني باخر الحلم. يبا حلمتني مسكت سفاح منفوح واعطوني مكافأة. حلم الضبعة. كنسل بس كم؟ ابوك التحطيم. دحين انت مسكت السفاح؟ قام يا واد على هرش فاضي. ليه يعني؟ ما انا بكفو. مين انت بكفو؟ اقول المرة الجاية تغطسين ونام احسن لك. يا ورع انتو يا انا احلامي بطولات وانتم حققوا احلامكم بالكود والبلايستيشن، وحلمي ذا ابى احققه. جابوا لنا سفاح ما يلعب. عامر عامر انا معك. صاحية الثاني يمكن يطلع كلامه صحيح، لا تضيع علينا الملاعين. كفو يا كفتة، خلهم هم يلعبون بلايستيشن وحنا نلعب بالملايين. يا حرام، بزورة في سن الزهور راح يروحوا ضحية للسفاح عشان الفلوس. الخبر يقول مكافأة 5 ملايين ريال لمن يدلي عن معلومات تؤدي للقبض على السفاح. أقول لك حنا بنطرح السفاح براسة تقول تدلي بمعلومات. يا بوي أنا شايف كل شيء بالحلم. شوف شو يقول السبع. يا سبك، مو بكل شيء تشوفه بالحلم يتحقق. يا بوي خليه، ما ورانا شيء. يقول لك أمشي ورا الكذاب إلى باب بيته. أمشي ورا الكذاب، أنت قلها زين بعدين تعال تكلم. شكلكم ما عرفتوا عامر زين. اخوي نبي شقه نحصل في العماره عندك. والله ما في شقه اخوي، في شات سكن في العماره. يا اخوي حنا ندور لنا على غرفه شقه فيلا، عندك شيء هنا بالبيت؟ ما في. اخوي احصل عندك سكن شقه غرفه اي شيء. رحنا منا ومنا ما لقينا شيء. قلت لهم هذا سفاح بلا رحمه لكنهم بلو ما يطاوعوني. طيب عزوز انت ليه تركتهم؟ حبيبي اترككم واترك ابوهم كمان. حبيبي الصاحب اللي وديك على المشاكل هذا عدو عمره ما راح يكون صاحب. وبعدين رايحين يجروا وراه حلم عامر. خلينا نشوف نهايته من نهايه احلامه. مادي هلا، ايش بغيتم؟ البيت الايجار؟ لا حبيبي مو للايجار. يا ابن الحلال تكفى في زعلنا، صار لنا 5 ساعات ندور لنا على بيت. يا ابوي يقولوا عندك بيت ثاني فاضي، خلاص اجرنا اياه وترى بخشم الريال. تبي الصدق؟ قال ما بيجار زيجري، موقفي ملبقي ما ادري وش، خصوصا ذا المهبه اللي يدورون السفاح. بس عامر حلم انه يقبض عليه. وعامر قوم احلامه تحقق. انا عامر وما حد بيجيب السفاح الا انا، وعندنا خطه. ايوه وش ليه اذا مسكته؟ بنعطيك 5%. ها وش قلت؟ الجريمه الاولى كانت هنا، والجريمه الثانيه هنا، والجريمه الثالثه هنا. يعني السفاح يدور حول المثلث ذا ما يتعداه. شفت الخب العزور قاعد يفضحنا بالتيك توك؟ وش هو؟ انا اقول نهون نرجع لاستراحه زين. وانا اقول اذا هونتوا بتدفعون ايجار الشقه كامل. يا ابوي ريح انت وياه، ما احنا بطالعين من هنا لين ما ناخذ ال5 مليون. تفهم ولا ما تفهم؟ المهم يا اخوان هذا كفته كل شويه يطلب قسط قسط. يا اخي تعبني يا اخي، خلينا نقبل ونشوف ايش عنده. قفل البت اللي عندك يا اهبل. ايوه هاي كفته. حصلت السفاح يا سبايدر مان. بزر انت بزر.
بلا مبزرة، خلاص طف البث، الحين السفاح يشوف البث يدري احنا قاعدين ندوره. يلا انا كبوت. يا عيال لازم نأمن وضعنا، الوضع مرة يخوف.